للحديث أكثر عن هذه الانتصارات لقوات الشرعية في اليمن معنا من أبو ظبي العاصمة الإماراتية العميد خالد النسي المحلل العسكري. سيادة العميد أهلا بك معنا في برنامج استوديو الآن لنتحدث عن أهمية سلسلة هذه الجبال الاستراتيجية في مران واستخداماتها من قبل الحوثي. مساء الخير استاذ احمد. مساء النور. طب بالنسبه لل يعني لمنطقه مران، طبعا هي القيادات الرمزيه والعقائديه والدينيه، يعني خاصه قيادات الصف الاول للجماعه الحوثيه، طبعا بالتاكيد تتواجد في منطقه مران وفي جبال مران بالتحديد، لانها منطقه يعني صعبه وعوره جدا، لان سلسله جبليه عاليه وفيها يعني ساعدهم للتحصين، وايضا قاموا بكثير من التجهيزات الهندسيه التي ساعدتهم، بالاضافه للتجهيزات الطبيعيه طبعا. فمنطقه مران تعتبر مخازن، تعتبر مستودعات ومخازن لكثير من الاسلحه الاستراتيجيه، وخاصه المتوسطه، وخاصه كثير من القوات الصواريخ التي منها يتم اطلاق كثير من الصواريخ، وخاصه بالاتجاه الجانب الجنوبي للمملكه السعوديه. طبعا الخبراء الافتراضيين الايرانيين موجودين هناك، كل الورش الموجوده، وخاصه اكثر الورش في تعديل الاسلحه موجوده في منطقة الحديد وحجة، وأكثرها في صعدة بالتحديد في مران. فهذه المنطقة طبعا هي تعتبر الوصول إليها وهو الوصول والسيطرة على كل صعدة، لأنه الآن أصبحت على مرمى نيران مقاومة، يعني وصلت الآن إلى الملاحيض المقاومة، وصلت إلى الملاحيض والآن تقريبا إلى مركز ديرية الظاهر، فأصبحت على بعد أقل من 10 كيلو متر حتى الوصول إلى هذه السلسلة الجبلية. هي صعبة يعني وتخدم الانقلابيين بالتأكيد من حيث طبيعتها، ولأنهم يخطرون هذه الأرض ويساعد، لكن في ظل التفوق وخاصة التفوق الجوي وبالتحديد طير الأباتشي، لأن المنطقة الجبلية يعني لا يكون هناك في يعني في إيجابي بالنسبة للطيران، لكن نعم بالنسبة للطيران العمودي بتكون نتائج أفضل، لأنه يستخدم يعني حتى التحصينات أو حتى الكهوف أو حتى بالإمكان أنه يتم استهدافها من قبل الطيران العمودي وخاصة الأباتشي. نعم يعني طبعا هو يستغلها من الجانب هذا، هي غرفه عمليات، هي خبراء، هي ورش تصنيع اسلحه، وهي طبيعيا تخدمه بالاضافه للتجهيزات الهندسيه، لكن اصبح الوصول اليها ان شاء الله غريب. نعم سيادة العميد، يعني هذه الانتصارات التي تحدثت عنها انتصارات متتالية على الأرض للتحالف تقود إلى صعدة باتت القوات الشرعية تحاصرها من 5 محاور، ما الإشارة التي ترسلها هذه الانتصارات للحوثي؟ الإشارات اللي ترسلها أنه في بداية هذه الانتصارات أو هذه فتح هذه الجبهات، أنه أطلق مسمى قطع رأس الأفعى، وهو كيف الوصول إلى قيادات الصف الأول الحوثية وبالتحديد عبد الملك الحوثي الذي يتواجد فهو الافتراضيين يتواجد في هذه المنطقة. هناك هدف لهذه القوات لهذه الجبهات، وهو الوصول إلى كامل صعدة وبالتحديد إلى مركز المحافظة مدينة صعدة وإلى جبال مران بالتحديد. فيعني في هناك في انتصارات، وخاصة في الفترة الماضية يمكن قبل أسبوع وكذا، في انتصارات ملحوظة ومستمرة، ربما في اليومين اللي مضت في نوع ما جمود، ولكن ليش جمود يعني، ولكن هو التحضير لانتصارات إن شاء الله سوف تكون مدروسة وسوف يوصل، يعني لأنه عندما تقوم مثلا تحقق نصر في معركة لابد من تقييم المرحلة حتى تقوم بمرحلة نعم. أخرى أو يعني بخطة هجوم أخرى. فهو يعني هناك في رسالة واضحة وصلت إلى الحوثيين بشكل عام وإلى قيادتهم، أنه هذه القوات هدفها واضح، والوصول إلى نعم مركز المدينة، والوصول إلى مركز يعني مراكز أو منطقة جبال مران، والوصول إلى كل القيادات الحوثي الموجودة في هذه المنطقة، وبالتحديد حتى يعني مخازن الأسلحة الاستراتيجي الموجود في هذه المنطقة. نعم العميد خالد النسي المحلل العسكري، أشكرك جزيلا، كنت معي عبر الهاتف من أبو ظبي.